السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم راح نديروا مقارنه بين هاتفين اللي نعتبرهم من بين افضل الهواتف في الفئه السعريه تاع 3 ملايين ونص. الهاتف الاول هو الريدمي نوت 10 والهاتف الثاني هو جالاكسي ان 20. راح نديروا مقارنه بين هاد الهاتفين، وبعد ما تشوفوا هذا الفيديو كل واحد فيكم راح يعرف واش راح يخير، بانه خاوتي كما على بالكم كل هاتف فيه عيوب وكل هاتف فيه مميزات. راح نديروا مقارنه بين هاد الهاتفين وكل واحد راح يعرف واش راح يخير باذن الله. وقبل ما نبداو خاوتي كالعاده ما تنساوش تدعموا اخوكم يعقوب بالليجام، باسكو الليجام خاوتي اكبر تحفيز ليا باش نواصل في نشر هذا المحتوى. يعني خاوتي والله راني نتعب في الفيديوهات، ادعموني بالليجام وانا نواصل يعني باذن الله في نشر الفيديوهات ونتهلا فيكم لي فيديو خاوتي. ماك خاسر والو، اهبط دير النجام وتابع معنا الشرح، ما نطورش عليكم ونروحوا ديراكت للمقارنه. نبداو مع التصميم وخامات التصنيع. بالنسبه للريدمي نوت 10 الاطار والظهر تاعو من البلاستيك اللامع صعب الكسر، واصلا كي تشوفو يبان لك مصنوع من الزجاج، لكن الام 20 البلاستيك تاعو عادي وماشي غالي، وبهذا نقدروا نقولوا ان النوت 10 افضل منه في هذه النقطه. وحتى المسكه تاع النوت 10 تحسها فخمه اكثر. وبالنسبه للشاشه، بالنسبه لشاشه النوت 10 يجي بشاشه من نوع اموليد بحجم 6.43 انش بجوده فول اتش دي بلس وبدقه 1080x2400 بيكسل وبمعدل كثافه بيكسلات 409 بيكسل لكل انش. اما الام 20 يا خاوتي يجي بشاشه من نوع سوبر اموليد بحجم 6.4 انش وبجوده فول اتش دي بلس وبدقه 1080x2340 بيكسل وبمعدل كثافه بيكسلات 403 بيكسل لكل انش. خاوتي من الاخر لهنا الشاشه تاع السامسونج تتفوق في حاجه اللي هي تشبع الالوان، يعني الوان كي تشوفها يعني تعجبك بزاف، ويبقى كلش كيف كيف كما طبقة الحماية من الجيل الثالث. وايضا معدل تحديث الشاشة تاع الهاتفين في زوج 60 هرتز. والان نهضروا على المعالج. بالنسبه للنوت 10 خاوتي يجيب معالج من شركه كوالكوم سناب دراجون 678 وبتكنولوجيا 11 نانو مع معالج رسومي من نوع ادرينو 612. اما الام 20 ياتي بمعالج من انتاج سامسونج نفسها، حيث ياتي من نوع اكزينوس 9611 وبتكنولوجيا 10 نانو مع معالج رسومي من نوع ماليجي 72. المعالج تاع الام 20 خاوتي الاداء تاعو افضل من المعالج تاع النوت 10 بفرق ليس بكبير، لكن خاوتي كاين ملاحظه مهمه لهنا. اذا انت من النوع اللي يلعب بزاف ولمده طويله ما راحش يعجبك الام 20 بسبب السخونه اللي راح يسخنها، فمن الافضل تختار ريدمي نوت 10. اما اذا كنت تلعب حاجه خفيفه راح يساعدك الام 20 بشكل كبير. نهضروا الان على الكاميرات. بالنسبه للنوت 10 خاوتي يجيب اربع كاميرات خلفيه 48 و8 و2 و2 ميجا بيكسل. اما الام 20 خاوتي يجيب ثلاث كاميرات خلفيه 48 و8 و5 ميجا بيكسل. لهنا خاوتي نلقاو ان الام 20 ما تجيش عنده الكاميرا الخاصه بالماكرو. نهضروا ديريكت على الاداء بدون ما نروحوا للغه الارقام خاوتي. نلقاو ان المعالجة الصور وتشبع الالوان في الام 20 راح تكون افضل. وبالنسبه للكاميرا الاماميه ما قنعونيش للزوج خاوتي، بحيث نلقاو ان الكاميرا تاع الهاتفين تخفي بزاف التفاصيل. ونهضروا الان على البطاريه. بالنسبه للهاتف الام 20 البطاريه تاسي بسعه 6000 ملي امبير مع شحن بقوه 15 واط فقط. وبالمقابل نلقاو الريدمي نوت 10 يجيب بطاريه بسعه 5000 ملي امبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 33 واط. اذا قلتوا لي خاوتي واش تخير، انا شخصيا يعقوب واش يخير، نختار حاجة بين بطارية النوت 10 بسبب الشحن السريع اللي 33 واط. نزيد لكم بعض الاضافات المهمة. في الريدمي كاين معيار IP53 بحيث يكون مقاوم لرداد الماء، يعني اذا طاح لك في الماء ورفدت وتمتم ما راح يصرالو والو، عكس الام 20 اذا طاح لك في الماء ودع الهاتف. وفي النوت 10 نلقاو البصمة تجي في الجانب، اما الام 20 نلقاوها في ظهر الهاتف، حاجه تحير بزاف. سامسونج داروا لنا شاشه سوبر اموليد وما داروش زر البصمه مدمج فيها، يعني هاد النقطه سلبيه في الهاتف. وانا شخصيا نختار البصمه اللي في الجنب. وعلى كل حال في هاد النقطه كل واحد واش يحب. وفي الريدمي نوت 10 نلقاو سماعات ستيريو، الصوت تاعهم قوي وصافي بزاف. اما في الام 20 ما نلقاوش سماعات ستيريو، وهذه حاجه ليست في صالح الام 20. اذا كنت موالف مع سماعات ستيريو راح يديرونجيك هذا الامر في الام 20. وفي الاخير ما ننساوش باللي رانا نقارنو في
بهاتف جديد مع هاتف عنده مدة من اللي خرج، لكن هذه المقارنة كانت بسبب أن الهاتفين في نفس الفئة السعرية. لحقنا لنهاية الفيديو خوتي، كل واحد فيكم يقول لي واش هو الهاتف اللي عجبه ويقول لي السبب، يعني إذا عجبك الأنفنتية قول لي علاش، وإذا عجبك النوت ديس قول لي علاش. وهذا ما كان خوتي، بقى لي غير نقول لكم تلاقاو في فيديو جديد، سلام.